السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة من برنامجنا الوطني إنجازات وطنية. وضيفنا لهذه الحلقة سعادة رجل الأعمال المعروف في طلوع المصدار، وأيضا أكيد معروف لتجار كثيرون في الأردن، السيد زكي الدالي. سيد زكي الدالي، كحضرتك صاحب مشغل الدالي لصناعة الأحذية، مساء الخير. أهلا وسهلا، السلام عليكم. بالبداية، أنت أشهر من أن تعرف في هذه المنطقة وفي هذا القطاع، حابين نعرف السادة المشاهدين أكثر، من هو السيد زكي الدالي؟ تفضل. الله يزيد فضلك. زكي الدالي بمعرفة صاحب مصنع أحذية، ومننتج أحذية ستاتية مختصين فيها، نعم، ونوزع للأسواق وللمحلات التجارية. جميل. سيد زكي الدالي، نتحدث الآن عن تأسيس مشغل الدالي لصناعة الأحذية، متى تأسس؟ 1997. شو فكرة؟ أكيد له فكرة، شو فكرته إنشاء هذا المشغل؟ إنشاء مكتبة. أنا مهنتي في الأحذية. نعم. شلون؟ منذ طفولتي أنا بشتغل في الأحذية. نعم. شلون؟ طبعاً بعد ما تعلمت واتقنت مظبوط، حبيت إنه أتطور وأفتح مشغل وأتطور. نعم. وتعرف كل إنسان له طموح. أكيد أكيد، إن شاء الله دائما التقدم والنجاح. سيد زكي الدالي، سيد زكي، نتحدث الآن عن آلية العمل وأهم الخدمات. شو بتقدموا خدمات بمشغل الدالي لصناعة الأحذية؟ نحن نصنع الأحذية. تصنعوا الأحذية؟ نعم، نصنع الأحذية من ألف إلى الياء. نعم. شلون؟ يعني شو المواد الخام لهذه الأحذية؟ المواد الخام مشمع، ليس جلد طبيعي. نعم. بالمشمع، مكوناته مشمع. مشمع. نخب أول. مشمع. نخب أول. مشمع. وكالة. نخب أول. والوكالة. الدالي. وكالة الدالي. آه. هي أردنية. أردنية. جميل. نعم. صناعة أردنية. صناعة أردنية. نعم. سيد زكي الدالي، أكيد هذه الوكالة أكيد معروفة بالسوق. معروفة. بشكل كبير. نعم. وأكيد بخبرة ما شاء الله. نعم. سيد زكي الدالي. نتحدث عن إقبال المواطنين لوكالة الدالي. كيف ترى؟ إقبال المواطنين الأردني أفضل من الصيني. نعم. بكتير، حتى يعني في المحلات إقبال، يعني بقول لك ما كيف الأردني ما كيف بيخدم أكثر. نعم. فيها جودة أكثر. شلون؟ ونحن بنعطي ما كيف كفالة لست شهور. نعم. يعني حتى ست يلبسها ما كيف ست شهور بشكل دائم، وليس في الأسبوع مرة أو مرتي أو طلعة وكذا. شلون؟ نعم. يعني بيختلف عن صيني تماما. يعني في إقبال سيد زكي الدالي لهذا القطاع ولوكالة. نعم. الدالي. نعم. نعم. سيدي، هل لها كفالة هذه الأحذية؟ هل لها كفالة؟ نعم. كفالة سنوية أو شهرية؟ كفالة ست شهور. نعطي ست شهور. نعم. أكيد يعني أكيد. يمكن نقول يمكن كفالة صينية ما أنا لا، ما في كفالة صينية. نعم. يعني صناعة الصينية ما لها كفالة. لا لا، ما لها صناعة كفالة. الأردنية ما في كفالة بوكالة الدالي. ما في. الله، البضاعة الصينية في ماكي في الأحذية، الله، لو تطلع في ماكي على مواصفات والمقاييس لا يصلح للبشرية. لا يصلح بشكل عام. ما هو البشرية؟ لأن البضاعة لا يصلح ما كيف للبشرية، بيعمل أمراض. يعني أنا بحكي معك من مصدر ثقة، انزل المحلات خذ الجوز واطلع على مواصفات المقيس شوفها، لا يصلح للبشرية. طب يعني لأن المواد اللي بيجيبوها في ما كيف ما بتصلح للأحذية. طب ليش مثلا بصنعوا الأحذية بعتوها عنا مثلا الصين؟ لأن ما في مواصفات، ما في رقابة. طب مواصفة المقاييس ما بتراقب يعني هاي الشغلة؟ طب لو بتراقب ما كيف شو؟ طب شو لهالبضاعة ما كيف اللي موجودة في الأسواق؟ منين هاي دخلت؟ طب لماذا مثلا نحكي عن مواصفات المقاييس؟ يعني ليه مثلا يعني نستهدف هذا الأمور؟ نستهدف هذا الأمور كثير. أنا مستعد ما كيف أنزل على الأسواق. شلون؟ وبش يعني 90% لا يصلح للبشرية وما بتخدمك أسبوع زمن. أكيد يعني بصراحة. نعم. يعني معظم المواطنين. نعم. ما بتخدم عنده صراحة. نعم. الحذاء يمكن. نعم. شهر. نعم. شهرين. نعم. بيخرب. نعم. وبيعمل يمكن بيكون التكلفة عالية كمان. وتكلفة عالية وبعدين روايح، شوف الروايح أنت اللي أكيد فيها. أنا معك صراحة، بضم صوتي. نعم. إلى صوتك سيد الدالي. شو الحلول بوجهة نظرك سيد الدالي؟ مواصفات المقيس.
اي غلط بالشغل المفروض ما يفوت للبلد. يعني نحكي مواصفات مقياس ورقابه لا يوجد. رقابه لا يوجد. يعني تدخل هذه والله انا كيف بعرف انه لا يوجد؟ ما كيف لاني بشوف هذه البضاعه بالاسواق موجوده. اكيد. من منطلق هاي بعرف انه ما في رقابه. اكيد الحذائي الصيني بصراحه بشكل عام اكيد طلع رائحه غير مرغوب فيها. نعم. يمكن ما بتكمل نعم. معك النهار بصراحه نعم. ولا هي. نعم. اما الصناعه الاردنيه. اما الصناعه الاردنيه نعم نحن نطلع الصين بنجيب البضاعه من الصين مشمعات وكذا نعم. شلون؟ نعم. بس نحن يعني نحن خبرتنا المواد الخام شلون؟ انه تصلح للاحذيه بحيث انه ما يطلع ريحه بحيث انه في ماكل النهايه كمان مشمعات في لها مواصفات. يعني احنا بنحكي هسه وكاله دالي والصناعه الاردنيه نخب اول وكفاله 6 أشهر. نعم صراحه احنا بنشكرك لهذه الصناعه صراحه المحليه من السيد زكي الدالي ولهذه الوكاله بصراحه. اكيد الساده المشاهدين اكيد كلهم بيعرفوا هذه الوكاله وفي ناس ما بتعرف مشغل الدالي صناعة الأحذية أكيد بيطلعوا المصدر ويملكها السيد زكي الدالي كفالة 6 أشهر صناعة محلية وأكيد ما فيها أي مشكلات أو معوقات. سيد زكي ننتقل لموضوع آخر نتحدث عن المشكلات والمعوقات والعقبات نتحدث عن أبرز المشكلات. المشكلات هي المشكلة الرئيسية هي الصين. الصين الصين يعني نرجع نحكي الصين. الصين موضوع الصين يعني ترتبط هذه المشكلة بمشكلة يعني أحذية اللي عم بتفوت للمملكة بتكفي للشرق الأوسط. اكيد ضخ هائل جدا يعني ما دام عندنا صناعه محليه ليش احنا بنجيب من برا؟ يعني المواصفات لو يشتغل مظبوط يعني كل 10 حاويات حاويه ما بتفوت يعني الا بضمن مواصفات ومقاييس. نعم ان شاء الله بنحل هذه المشاكل يمكن على المجلس عن طريق المجلس يعني نحن يعني بنوجه رساله للدوله شلون انه يهتم في هذا الموضوع موضوع الصين. اكيد ان شاء الله عن طريق النائب رول الحروب صاحب قناة جوسات إن شاء الله عن طريق المجلس. هذه مشكلة كبيرة صراحة ما حد يمكن مداري عليها. يمكن السيد زكي دالي يمكن ما بدناش نحكي عشان صناعته لكن أكيد كل شيء باين بالسوق بصراحة يمكن مش ضمن النخب ولا الكفاءة الموجودة زي الصناعة المحلية الأردنية. يعني حتى المواصفات لما يطلع الأحذية الصيني على المواصفات لازم يكون هنيك مش أنه موظف شخص عادي كذا لازم يكون فيه هنيك خبرة بالنسبه للاحذيه حتى اكيد يعرف مش موظف عادي اكيد يوجه رساله يعني لا يوجد خبراء ايضا الله هذا الحكي ما بعرف انه في لازم يكون في خبراء نعم. انه هذا الاحذيه تصلح ولا ما بتصلح مش انه يكون موظف خلص بس مواصفات المقاييس وانه اوكي واحذيه حلو وكذا وخلص لازم يكون في خبراء يعني حتى اتوقع الصناعات الصينيه ضرتكم اكيد بشكل كبير طبعا ضرتكم طبعا ضرتنا كثير وهي الصناعه المحليه وخاصة نزلت الجمرك نزلت الجمرك هذيك السنة للأحذية الجاهزة نعم والسلع فيما كيف الصناعة المحلية فيما كيف ظلت زي ما هي جمرك طب كيف بدك تشتغل انت؟ أكيد ما راح تقدر تشتغل يمكن تنكسر وتسكر أكيد إن شاء الله بتنحل هذه المشاكل عبر شاشة قناة جوسات الفضائية الأردنية دائما أكيد إحنا مع كل مواطن أكيد ضمن الكفاءات الأردنية. سيد زكي الدالي نتحدث الآن ما هي الطموحات إن شاء الله بتنحل هذه المشاكل ورؤية المستقبلية شو طموحاتك سيد زكي؟ يا سيدي طموحاتنا نحن يكون إن شاء الله فيما كيف يكون أهم شيء يكون البلد بلد الأمان نعم. أهم فوق كل شيء الله يديم الأمن والأمان نعم يعني أول بند يكون الأمان أكيد الحمد لله أنا الحمد لله والبني آدم شو طموحاته فيما كيف يعني توسع يكون عيشة كريمة ويكون بلد في أمان واستقرار اكيد الله يديم المواطن شو بهمه بهمه هذا الحكي اكيد الله يديم الامن والامان على جميع الدول العربيه. سيد زكي الدالي الشعبي من اين جاءت السيد دالي زكي دالي الدالي ومشغل الدالي للصناعه الاحذيه من لقاء عملي نعم يعني احنا بنحكي اجتماعيه بشكل عام نعم نعم. سيد زكي الدالي خلينا الان نتحدث عن عدد الكوادر الموجوده في مشغل الدالي للصناعه الاحذيه عدد الكوادر يعني في 8 أشخاص. هل يوجد لكم مشاكل أيضا مع الأعمال الوافدة؟ ما عندنا مشاكل بالأعمال الوافدة بس نحن المشكلة مشكلتنا في العمال مش موجودين العمال لأن كان العمال كله وافدين وشغلتنا في ماكو كله فنيات نعم. يعني نجيب عامل عادي في ماكو يشتغل في المهنة صعب جدا لأنه بده خبرة نعم يعني ايضا يعني مجال عملنا نحن كلياته فنيات يعني اذا بتحكي مجال عملكم بده خبره وايضا اكيد المواصفات والمقاييس لازم يكون عنده خبير طبعا يعني
تطلع يعني بتحكي عن مشغل لصناعة الأحذية. يعني ما بتحس نجيب يعني شخص عامل تيجي تباركه في مكان يصنع أحذية. أكيد. يعني بده خبرة هاي. أكيد أكيد أكيد. بضم صوتي لصوتك سيد زكي الدالي. خلينا نتجه الآن إلى تطور قطاع الأحذية في الأردن، كيف ترى؟ في تطور. في تطور. في تطور. ملحوظ؟ نعم. في تطور. نعم. يعني احنا بنحكي التطور اكيد ملحوظ، اكيد صناعة الاحذية الاردنية كمان نعم. توجد كفاءات ونخب وايضا نعم. كفالة لمدة نعم. معينة كمان نعم. سيد زكي الدالي، حابين ان نوجه رسالة لجيل الشباب، نبعد ثقافة العيب، نحثهم على العمل دائما. رسالة توعية وارشاد من السيد زكي الدالي لحث الشباب على العمل. انا بوجه للشباب ما كيف يعني بعد الدراسة ما كيف يكون في صناعات، يعني الدراسة نهايته شو هي؟ لازم يكون في صناعات. نعم. يعني يتجهوا صناعات، يعني ما يتجهوا في ما كيف على طاولات. على الله في مشكلة عندنا في البلد هون، الكل بعد الدراسة في ما كيف بده طاولة وقلم. نعم. مزبوط لا؟ أكيد. البلد هي الصناعة. أكيد. مش طاولة وقلم. مزبوط مزبوط مزبوط. سيد زكي الدالي، قبل نهاية هذا البرنامج حابين نحدد للسادة المشاهدين موقع مشغل الدالي لصناعة الأحذية ورقم الهاتف التواصل أكيد مع سيد زكي الدالي. تفضل. رقم الهاتف وموقع مشغل الدالي لصناعة الأحذية 079-672-8889، طلعت المصدر مقابل المقبرة. نعم. وأيضا أرقام ستظهر على الشاشة عن زميلنا مدير التصوير عبد الله اللوزي. سيد زكي الدالي، أيضا إحنا نعيش منظومة نعمة أمن وأمان، الحمد لله نعمة الأمن والأمان، الله يديم الأمن والأمان على جميع الدول العربية. لو قدر لك أنت قبلت ما جلالة الملك عبد الله الثاني. أيوة. في ظل هذه القيادة الحكيمة، في ظل هذه القيادة الرشيدة، ماذا تقول سيد زكي الدالي؟ أمان. والله يديم يديم على فرصنا وأمان. أكيد الله يديم الأمن والأمان سيد زكي الدالي. وإحنا نحكي لك شكرا جزيلا لهذا اللقاء وبنحكي لك. ونحن لاحظين في هذا الحكي في ما كيف الأمان موجود في البلد. أكيد. الأمان موجود في البلد. نعم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. أكيد. وإن شاء الله يكون ببلاد المسلمين كلها يا رب. آمين يا رب العالمين. ونشكر أيضا الجهات الأمنية اللي ساهمت دائما على راحة المواطن. وفي نهاية لقائنا أعزائي المشاهدين الكرام نتقدم بالشكر الجزيل للسيد زكي الدالي من مشغل الدالي لصناعة الأحذية في أطلوع المصدر، وشكرا جزيلا سيد زكي الدالي والله يعطيك العافية وتم السلام. شكرا جزيلا وشكرا لدعمك لبرنامج إنجازات تصنيع. Thank you.
موسيقى.